التلفزيون العربي. إذن لأول مرة منذ تأسيسها تعلن إسرائيل استهداف الأراضي اليمنية ردا على مئات الغارات التي نفذها الحوثيون على إسرائيل وفق البيان الرسمي. الجيش أكد أن العملية إسرائيلية خالصة وأن الكابينة الأمني اجتمع ظهر اليوم قبل العملية. كما تؤكد إسرائيل أن القصف هو رد عسكري على استهداف تل أبيب بمسيرات حوثية أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 10. وزير الأمن الإسرائيلي كان قد قال إن هذا العام هو عام الحرب، بينما أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب في حرب متعددة الجبهات. تقول جماعة أنصار الله الحوثي إن القصف الإسرائيلي أوقع شهداء وجرحى واستهدف منشآت مدنية بما فيها محطة الحديدة وخزانات الوقود إضافة إلى ميناء المدينة. تتوعد الجماعة بالرد القاسي وتؤكد أنه لا تراجع عن مساندة الشعب الفلسطيني، واضعة القصف الإسرائيلي في إطار الضغط على الشعب اليمني لوقف جبهة الدعم والإسناد. أيضا تؤكد الجماعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا متورطتان بالقصف على الحديدة، فيما تنفي إسرائيل ذلك. تذهب نيويورك تايمز إلى هذا الاتجاه بالقول إلى أن 4 مسؤولين أمريكيين أكدوا أن إسرائيل تصرفت بمفردها دون العودة لأحد. فيما قال موقع إكسيوس أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأمريكيين تواصلوا عدة مرات قبل القصف على الحديدة. وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للتلفزيون العربي أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على اليمن. نسأل مشاهدينا في هذه المساحة الحوارية عن اتساع دائرة المواجهة في المنطقة، ونناقش التصريحات الإسرائيلية والحوثية عن طبيعة الرد المرتقب، ونحلل ارتدادات التصعيد على الجبهات المفتوحة في غزة وجنوب لبنان. ينضم إلي للنقاش محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، ومن حيفا جاكي خوري الخبير بالشأن الإسرائيلي، ومن بيروت الياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا، ومؤكد سنبدأ حديثنا من اليمن معك أستاذ محمد البخيتي. وإن سمحت لي أن أنوه بأن هناك بيان عسكري مرتقب باسم المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي خلال النصف ساعة القادمة، سنتابع حيثياته بطبيعة الحال. أستاذ محمد البخيتي، هل تبين معكم حجم الأضرار وعدد الضحايا المدنيين، ويعني ما مساحة وحجم الضرر بعد هذه الغارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا الله ضيوفك الكرام وكذلك جميع الأخوة المشاهدين. لابد أن يدرك الجميع أننا في حالة حرب مباشرة مع أمريكا وبريطانيا وكذلك الكيان الصهيوني، ونحن منذ أن تدخلنا وقمنا بأول عملية كنا نتوقع مثل هذه الردود، ولكننا نطمئن الشعب الفلسطيني وكذلك الأمة العربية والإسلامية وكذلك أحرار العالم بأن عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني ستستمر ولن تتوقف، بل أنها ستتصاعد وسنقابل التصعيد والتصعيد. طبعا التصريحات الأمريكية والبريطانية يحاولون أن يتهربون من المسؤولية في هذا العدوان، ولكن هم لن ينجوا من العقاب، لا أمريكا ولا بريطانيا ولا الكيان الصهيوني ولا أي دولة في المنطقة يثبت تورطها في العدوان على اليمن. أيضا نحن مطمئنين لتحقيق النص، لأن موقفنا موقف عادل ويرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا لابد أن نشير لنقطة مهمة، وهو أن الأمريكي والبريطاني وكذلك الصهيوني الإسرائيلي يريد أن يستمر في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية، ويريد منا أن نتفرج عليها ونسكت من أجل أن نفقد إنسانيتنا وأخلاقنا ورجولتنا، ولكن بعيد عليه، يعني أبعد عليه من عين الشمس. والله أن احنا لا نقاتل وسننتصر في النهاية، وأنا أؤكد أن تورط هذا الكيان في العدوان على اليمن وتوسيع رقعة الصراع سيسرع من عملية إنهاء وجوده، ونحن مطمئنون لذلك.
بالنسبة للخسائر، هناك خسائر لا شك في ذلك، ولكن ليس لدي حتى الآن يعني حسبة دقيقة، ولكن تم استهداف ميناء الحديدة، وكذلك تم استهداف محطة الكهرباء التي تقدم الخدمة للمواطنين، وكذلك استهداف بعض خزانات الوقود. وأؤكد للأمة العربية والإسلامية، وأنا أقول لهم نحن لسنا قلقين من المواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، بل نحن نفضل ذلك على المواجهة غير المباشرة، سواء بعض إخواننا في اليمن أو بعض إخواننا العرب والمسلمين. نعم. وأنا أقول لهم كم خسائر تكبدها العالم الإسلامي سأتوسع والعربي معك أستاذ واليمن محمد جراء الخيتي الحروب لو والتحرير. سمحت لي في توسعة هذا الصراع وأطر الرد. دعني أنتقل إلى بيروت إليك أستاذ إلياس فرحات. كما ذكر السيد بخيتي، يعني الأهداف الإسرائيلية والمنشآت التي استهدفت، ميناء الحديدة، المنشآت الموجودة في الميناء، رصيف التفريغ، محطة للكهرباء، ويعني على الأقل على مدى السنوات الماضية ميناء الحديدة عرف بالنسبة لنا بأنه البوابة الأساسية لدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، في حين الإسرائيليون يقولون بأنها أهداف عسكرية ومن هنا يدخل السلاح، علما أن هناك رقابة دولية على ميناء الحديدة. فما نظرتك إلى ما تم استهدافه أستاذ إلياس؟ أعتقد أن استهداف ميناء الحديدة وتحديدا منشآت النفط ومحطة الكهرباء هو مقصود منه ضربة قوية دراماتيكية، أي شو عرض، تظهر عرض التهاب وحريق كبير على شاشات التلفزيون، وذلك يشفي غليل من يدعو إلى الانتقام في إسرائيل، بالإضافة إلى ضرب الاقتصاد اليمني وخصوصا في قطاع الكهرباء وقطاع النقل، وبضرب محطات الوقود، وكما قال الأستاذ محمد قبل قليل المستشفيات وبقية المؤسسات التي تعمل على الطاقة الكهربائية. هذا يهدف، لكن ما لفت النظر هو أن إسرائيل لم تعلن أنها قصفت أهداف عسكرية، أي مخازن أو مواقع صواريخ أو مراكز قيادة وسيطرة، كما كانت الطائرات البريطانية والأمريكية تعلن من قبل عندما قصفت الحديدة وبعض المناطق قرب تعز قبل ذلك. لذلك يعني نرى أن هذه العملية هي عملية أولى من إسرائيل، قد تتبعها عمليات أخرى، كما أن الرد اليمني المرتقب سوف يؤدي إلى حرب سجال يعني طويلة، خصوصا أن اليمن تمكن من الوصول إلى تل أبيب، نعم وهذا اسمح لي سنعجل نفس هذه النقطة الإمكانية لأنه قادرة سنعطيها على مساحة، التوصل إلى ولكن القدس إلى حيفا لأختم إلى معك النقطة نتانيا. الأولى أستاذ إلياس، يعني الأثر للضربات الإسرائيلية له بعد اقتصادي وله بعد إنساني مرتبط بالمستشفيات وحاجات طبعا المستشفيات، ولا يؤثر على القدرات العسكرية للحوثي، هل نعم هذا دقيق؟ حتى الآن هذا ما حصل، هو قصف مخازن وقود ولا أكثر ولا أقل، صحيح مخازن كبيرة وتؤثر استراتيجيا، أيضا السلاح والقوات بحاجة إلى وقود للتحرك، نعم لذلك حتى الآن هذا هدف استراتيجي كما نقول، وليس هدف عسكري محدود مثل مراكز القيادة أو مواقع الصواريخ. نعم، هنا أنتقل إليك أستاذ جاكي خوري وأستعير من الأستاذ إلياس توصيفاته، مشهد دراماتيكي، شو مشهدية نار أرادتها إسرائيل ردا على ما جرى في سماء تل أبيب، وهذا الاختراق الذي كانت عنوانه العريض مسيرة يافا، هل هذا يرمم انهيار نظريات السماء الصافية لإسرائيل؟ هل هذا الرد كفيل باستعادة ما يقولون أنها قاعدة السماء الصافية فوق إسرائيل؟ يعني أعتقد أولا تحياتي لك أهلا وللمشاهدين وسهلا. ولضيوفك الكرام. أعتقد أن الرسالة الأساسية في ما حصل هذه الليلة يجب أن ننتبه إلى علنية القرار الإسرائيلي، بمعنى عادة عندما كانت إسرائيل تهاجم ما يعرف بأهداف بعيدة عن حدودها وليس في خط المواجهة المباشر كما حصل في لبنان أو حصل طبعا في مناطق أخرى قريبة، وطبعا في هذه الحالة أيضا قطاع غزة، علنية القرار هنا تلعب دور أساسي في محاولة إيصال
رسالة ردع، حتى عندما كانت استهدافات في العمق السوري أو في العمق الإيراني، إذا حصل هذا كنا في بعض الأحيان نستعين بما يعرف إسرائيليا بمصادر أجنبية، وبناء على بعض التسريبات نعرف أنها تسريبات صحيحة ودقيقة، ولكن لا يتم تحمل المسؤولية بشكل مباشر. اليوم ونحن نتحدث عن عطلة يوم السبت، نتنياهو شخصيا وجالانت حتى في نوع من السباق من الذي اتخذ القرار المباشر، بالإضافة إلى الناطق العسكري الإسرائيلي يقول بشكل واضح، وحتى أرسل قبل قليل بيان مفصل تحدث عن الطائرات التي استخدمت، وأن هذه الرسالة عمليا هي رسالة مباشرة للحوثيين، ولكن أعتقد الرسالة بالأساس هي أيضا لإيران، باعتبار بالنظر الإسرائيلي أن إيران هي التي تزود وهي التي توفر الغطاء العسكري والاستراتيجي للحوثيين ولأطراف أخرى في المنطقة. وأيضا كان هنالك تركيز على المسافة التي قطعتها الطائرات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عملية تزود بالوقود خلال يعني الرحلة بين قوسين إلى الأراضي اليمنية، بمعنى أن هذا الهدف الذي يبعد آلاف الكيلومترات الآن والأميال وبحاجة إلى بعد لوجستي كبير، هو أيضا رسالة لإيران. فهذه النقطة أيضا لابد أن ننتبه لها، بالإضافة طبعا إلى موضوع النيران التي تتصاعد ويتم بثها الآن في بث مباشر على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ناهيك عن موضوع التنسيق، يعني حتى لو لم تكن هنالك مشاركة أمريكية وبريطانية بشكل فعال، أنا لا أعتقد أن هنالك أي طيب طائرات أعذرني، يمكن كل أن هذه تصل إلى النقاط المنطقة. خاصة عن المشاركة، إن كان هناك مشاركة أو لا، سنؤجلها قليلا، ولكن أعود لي مع كل المعلومات التي قدمتها لنا الأستاذ جاكي، هل هذا الرد يعني يرمم ما حصل في ليلة مساء الجمعة السبت؟ كما السؤال يتكرر في قطاع غزة والإخفاق العسكري والاستخباراتي في 7 أكتوبر، وكل ما فعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولا يزالون يبحثون عن نصر واضح. هل الرد طبعا الإسرائيلي يعني اليوم في اليمن يرمم ما حصل؟ هذا اولا، نعم يعني اولا انا احاول ان اعطيك القراءه الاسرائيليه، بمعنى لست ناطقا ولا اتحدث باسم المؤسسه مفهوم الامنيه مفهوم والعسكريه، وانما من خلال قراءتي والمشهد. طبعا اذا حصل ما حصل هو خطا، واعتبروا انه خطا حتى بشري، بمعنى ان اجهزه الرادار رصدت الطائره المسيره، ولكن بسبب خطأ بشري حتى هذا ما كان الرد الإسرائيلي حصل ما حصل. السؤال الآن طبعا وهو السؤال الأهم برأيي، وتحدث ضيفك الكريم بأنه سيكون هنالك رد ورد فعل صارم. نحن استمعنا إلى العديد من التصريحات التي رشحت في الساعات الأخيرة، التي قالت إن الحوثيين سيوزعون رقعة المواجهة ورد الفعل. وهنا السؤال الكبير، إذا كان فعلا سيكون رد، بأي حجم سيأتي هذا الرد؟ هل سيكون من خلال طائرات مسيرة مشابهة أو من خلال صواريخ باليستية؟ وعندها سيكون أيضا موضوع الدفاعات الجوية الإسرائيلية في امتحان مباشر، نعم بمعنى الآن لا يستطيع أن يتحدث أحد عن خطأ بشري، وإنما موضوع إلى أي مدى أجهزة الدفاع أو منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي نعم ستكون قادرة على امتصاص هذا الرد واستيعابه والرد عليه، كما حصل كما تذكرين ويذكر الجميع عندما تم الحديث عن هجوم إيراني مركز، وفي حينه كانت أيضا استعانة بدول عديدة وبمنظومات عديدة دولية وغير ذلك، بمعنى الامتحان هو ما هو نعم قادم وليس رغم بما غياب عنصر حصل قبل المفاجأة يومين. عن الهجوم الإيراني على خلاف الهجوم نعم اليمني ومسيرة يافا، السؤال الكبير الذي تحدث عنه الأستاذ جاكي عن كيف سيكون التصعيد، ما نوعية التصعيد أستاذ محمد البخيتي؟ هذا هو السؤال الكبير الآن، وعليه يترتب الكثير من الأمور وصولا إلى توسيع رقعة الصراع التي تحدثت عنها سابقا. فيعني ما المتوقع أستاذ محمد؟ من أجل أن ندرك طبيعة الرد علينا أن نعود قليلا إلى الوراء. فعندما أقدمت أمريكا وبريطانيا بالعدوان على اليمن، ما الذي حصل؟ خسروا عسكريا واقتصاديا، وضربنا هيبتهم على مستوى العالم كله. لماذا؟ لأننا راهنا على قوة الله سبحانه وتعالى، وكما راهنا في السابق على الله، نحن اليوم نراهن
على الله سبحانه وتعالى، وكما أننا سبق وحذرنا الأمريكي والبريطاني بأنه سيخسر، نقول للإسرائيلي بأنه أيضا سيخسر. أضف إلى ذلك، نلاحظ أن الأمريكي والبريطاني يحاول التنصل من هذا العدوان، طيب لكن يعني والله هذه ثاني ما مرة فلته. تثير هذه النقطة أستاذ محمد، لماذا يتهربون؟ لماذا يتنصلون برأيك؟ يحاول، ولكنهم قد ودفوا، قد دخلوا خلاص. طب يعني لماذا يعني أنا لماذا هذا الإصرار على القول بأن هذه عملية إسرائيلية خالصة ويعيدون التأكيد على هذه النقطة؟ كيف تقرؤونها في صنعاء؟ طبعا ببساطة الأمريكيين أدركوا وكذلك البريطاني، لكن في وقت متأخر، أن توسيع رقعة الصراع ضد اليمن وحشد المزيد من الحلفاء سيمكنهم من الانتصار، لكن الذي حدث هو العكس تماما، أن رقعة أهدافنا قد زادت، وبالتالي طبيعة الرد ستكون بكل بساطة بزيادة رقعة الأهداف، والكل سيدفع ثمن العدوان على اليمن. وأيضا نحن في النهاية نحن مدركين منذ البداية أنه لا بد أن يكون هناك تضحيات. وبالمناسبة عزاءنا الوحيد ونحن نشاهد جرائم الكيان الصهيوني في غزة أننا أصبحنا هدف للأمريكي والبريطاني وكذلك للإسرائيلي. إحنا بنواجه في النهاية، يعني كما أقول دائما، إذا كان هناك موت، قول للعرب والمسلم، إذا كان هناك موت فلا يوجد أي مبرر أن نتنازل عن إنسانيتنا وكرامتنا نعم وعزتنا وشرف، فما بالكم وهناك جنة. إحنا سنخرج إن شاء الله منتصرين في هذه الحرب دنيا و... أستاذ جاكي، يعني الرد الحوثي واضح، الاستنفار والتأهب في إسرائيل حاضر، فعن هذه النقطة حدثنا، وأيضا إن وضعناها في الصورة الأكبر، هل إسرائيل قادرة فعلا على جبهة تزداد سخونة وهي تعاني من إشارات تدل على الاستنزاف هنا وهناك؟ يعني أولا يجب أن نأخذ نقطة بعين الاعتبار، وأعتقد أنه البعض يعني لم يتعامل مع هذه الجزئية حتى الآن. التخوف في الأيام الأخيرة وخاصة في الأسبوع الأخير بعد سلسلة اغتيالات كانت في الأراضي اللبنانية لقيادات بارزة، قيادات ميدانية عسكرية بارزة في حزب الله، كان التخوف من أن تشتعل جبهة الجنوب في لبنان والشمال في إسرائيل أكثر، وأن تتسع رقعة المواجهة، خاصة بعد إعلان الأمين العام لحزب الله أن الأهداف القادمة قد تكون أيضا مناطق لم يتم إخلاها من السكان، لأن هنالك قواعد اشتباك واضحة منذ 8 أكتوبر في منطقة يعني شمال إسرائيل وجنوب لبنان. وبالتالي جاء التصعيد الآن تحديدا من اليمن من خلال الطائرة المسيرة في قلب مدينة تل أبيب، ورد الفعل الذي كان اليوم إسرائيليا، والآن ما سمعناه من الناطق بلسان الحوثي، بمعنى أننا الآن نركز على جبهة اليمن، ولكن هذه الجبهة هي ليست جبهة مواجهة يعني مباشرة، بمعنى نتحدث عن آلاف الأميال ومسافة طويلة جدا، وبالتالي الدفاعات الجوية الإسرائيلية خاصة بعد الفشل الذي حصل في هذا الأسبوع الآن هي على المحك وفي امتحان كبير. وأعتقد أيضا أن موضوع التنسيق الآن مع القوات البريطانية والأمريكية تحديدا الموجودة في البحر الأحمر، وقد تكون هنالك أيضا قوى أخرى في هذه المنطقة، بالخاصة لما نتحدث عن يعني شواطئ لها بعد استراتيجي، إذا كان في السعودية وإذا كان في مصر، وناهيك عن كل ما يرتبط بقناة السويس بأبعادها. نحن لا نتحدث عن يعني دعيني أقول، لو أريد أن أستخدم كلمة يعني بسيطة، ولكن هي لعبة أحداث الآن أوسع بكثير، وبالتالي الموضوع الآن ليس فقط إسرائيل والحوثيين، وإنما هو يعني بعد إقليمي. ولكن دعيني أطرح موضوع ونقطة مهمة، غدا من المفروض أن يغادر رئيس الحكومة نتنياهو إلى إلى الولايات واشنطن، وهو المتحدة. ينتظر طبعا هذا اللقاء بفارغ الصبر، أولا ليثبت أنه على صواب في موقفه وتوجهه، وأنه يريد أن يلتقي ببايدن الجريح سياسيا والذي قد
يعني ينسحب في مرحلة ما، وطبعا خطابه المرتقب في الكونغرس. وأنا أطرح هنا جزئية أعتقد يعني يجب أن نلتفت لها، إذا لم يغير نتنياهو في جدول يعني أعماله وفي رحلته هذه ويصر على الذهاب إلى واشنطن، هذا قد يحمل بالنسبة لإسرائيل بعض الإشارات، وقد يكون هذا مبني على بعض التطمينات أو الإجراءات الوقائية التي قد تتخذ من قبل الجيش الإسرائيلي والدفاعات الجوية. لأنه تخيلي مثلا لو كان هنالك رد فعل كبير يؤدي إلى إصابات واستهداف منشآت حيوية كما استمعنا في البيان قبل قليل، ورئيس حكومة إسرائيل الذي يواجه أيضا معارضة قوية على مستوى الشارع متواجد في يعني بعيد جدا في الولايات عن المتحدة. أرض المعركة، فأعتقد نتنياهو المعروف بحساباته نقطة السياسية لافتة الداخلية هذه أولا أستاذ قد جاكي، يعني سيأخذ هذا على محمل الجد، وبالتالي موضوع المغادرة، مغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة وهذه الرحلة التي ينتظرها ستكون أيضا جزئية يجب أن نلتفت لها. إذا لم يغادر قد يكون في حساباته أن الأمور لن تتجه نحو تصعيد كبير، قد تكون الأمور مرتبطة الآن ببعض الأحداث ليوم أو يومين، ولكن ليس نحو المواجهة الشاملة التي تلزمه أن يبقى هنا في إسرائيل. أستاذ محمد البخيتي، يعني كما استمعنا من تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي وغيره من المسؤولين بأن ما حصل في اليمن والعدوان الإسرائيلي على اليمن هو ليس فقط موجه لجماعة الحوثي، بل هو رسالة لكل مكونات المحور. وهنا أعود معك مرة جديدة لفكرة توسعة رقعة الصراع، البعد الإقليمي فيها. ففي هذه الزاوية الرسائل لكل مكونات المحور، كيف تفصلها؟ كيف تراها؟ الرسالة التي أراد أن يوصلها وزير الحرب الإسرائيلي سترتد على الكيان الصهيوني. لماذا؟ لأن عدوانه على اليمن لن يوقف عملياتنا المساندة لغزة، وسنقابل التصعيد تصعيد، وبالتالي الموقف اليمني سيكون مصدر إلهام ليس فقط لدول محور المقاومة وإنما للشعوب العربية والإسلامية الغاضبة والغير راضية عما يجري في غزة، وبالتالي هم سيخسرون. أيضا نحن عندما نناقش الأمور عادة ما تقودنا التحليلات بعيدا عن القضية الأساسية. قضية اليوم ليست كم سنخسر وكم سيخسر الكيان الصهيوني، القضية الأساسية التي لا ينبغي أن مفهوم نبتعد أستاذ عنها محمد، ولكن هي يعني دعني أعيد طرح السؤال من هذه. الوقت دعني ضيق، الوقت ضيق، الوقت ضيق، معلش اسمح لي بصياغة إعادة صياغة السؤال. من مصلحة بنيامين نتنياهو أن تتحول الأمور إلى حرب إقليمية وتتوسع، وهذه رسالة كما قلت موجهة إلى مكونات المحور، طهران ذكرت بالاسم أيضا في سياق التصريحات الإسرائيلية، هل ترى أن هناك توسعة لتكون حرب إقليمية؟ وإن كان هذا في مصلحة نتنياهو فكيف ستدار الحسابات؟ أرى أختي الفاضلة أن هناك قلة وعي بين الشعوب العربية والإسلامية، وما طرحته الآن هو يعبر عن قلة الوعي. لماذا؟ لأن القضية الأساسية هل تدخلنا كيمنيين إلى جانب إخواننا في فلسطين هل هو تفضل منا أم واجب؟ واجب، ومن لم يقم بهذا الواجب فهو ليس إنسان وليس رجل، وموته أفضل من حياته. هذا يعني هذا هو الواقع الذي ينبغي ان نتحدث عنه. اتحفظ وما على نقوم بدايه به هو جوابك استاذ محمد البخيتي، ولكن نعم للاسف انتهى لانه انا وقتي لما معكم اتكلم عن مع حضرتك اتكلم عن الاساس، القضايا الاساسيه سيكون تحاولون ان نعم هذا الموضوع سنستمر بنقاشه، ولكن ليس في هذه المساحه الحواريه، انتهى وقتها للاسف. محمد البخيتي العضو المكتب السياسي لجماعه الحوثي كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. من حيفا الشكر للأستاذ جاكي خوري الخبير بالشأن الإسرائيلي، ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي إلياس فرحات. الآن عودة إلى الزميل خالد لمتابعة تغطيتنا المستقبلية. التلفزيون العربي.